بريطانيا العظمى، بريطانيا بتخش اي مكان بتحط ايديها بيعجبها بتحط ايديها عليه. دخلت جزر فوكلاند، ودخلت غياني، ودخلت الان ودخلت دوله بليز. احكي لكم قصه دوله بليز. كان في رحاله بريطانيين على شواطئ دوله بليز، ماشي، وهم على الشواطئ كده لقوا شويه اشجار بتطلع الوان، فعجبهم الوضع فاستوطنوا في الجزيره وعاشوا فيه، مما ادى الى غضب الاسبان، فحصلت حرب اسمها معركه سان جورج، وللاسف انتصر فيها البريطانيين وكملوا استوطانهم في الجزيره وعاشوا فيه. ولكن سنة 1982 استقلت بليز عن بريطانيا وصارت دولة مستقلة. بليز دولة صغيرة جدا يا جماعة، وعدد سكانها صغير، والديانة فيها المسيحية. دولة بليز، دولة بليز دولة موجودة في أمريكا الوسطى، وعاصمتها بلوموبان. اللغة الرسمية للبلاد هي اللغة الإنجليزية، وتوجد أيضا اللغة الأسبانية. يحد بليز من الشمال المكسيك، ومن الجنوب والغرب غواتيمالا، ومن الشرق البحر الكاريبي. العملة يا جماعة في دولة بليز هو الدولار البليزي. اللغة داخل الدولة زي ما قلنا الإنجليزية، ولكن تتحدث الأسبانية أيضا. يعني بليز تتحدث الإنجليزية والأسبانية، لأنها كانت محتلة من بريطانيا يا جماعة، واستقلت سنة 1981 في 20 سبتمبر سنة 1981 زي ما قلنا. عدد سكان دولة بليز يا جماعة قرابة النصف مليون، يعني زي ما تقول كده 400,000. مين اللي بيسكن في بليز يا جماعة؟ الهنود والصينيون والأسبان والمايا وبعض مواطني دولة أمريكا الجنوبية. نخش في الموضوع الأهم، وهو تأشيرة دولة بليز. تأشيرة دولة بليز مطلوبة يا جماعة لجميع الدول العربية ما عدا تونس والمغرب والسعودية، وبعض السعوديين رجال الأعمال بياخدها عند الوصول، ولكن تونس والمغرب بياخد ملوش تأشيرة لدولة بليز يا جماعة. كلام أكيد. تمن تأشيرة دولة بليز 110 دولار، مدة التأشيرة شهر فقط يا جماعة. يوجد في بليز يا جماعة جالية مسلمة، ولكن قليل جدا جدا. المسلمين في بليز بيشكلوا 1% يا جماعة من جملة سكان البلاد النصف مليون او قرابة النصف مليون. ولكن اكتر جالية عربية مسلمة في بليز من دولة فلسطين يا جماعة، ومن بعض الدول الاسيوية. توجد المؤسسة الاسلامية الوحيدة في دولة بليز، وهي تابعة للبعثة الاسلامية. تعتمد دولة بليز على الزراعة والسياحة والصناعة، حيث تتم زراعة البرتقال والموز والجريب فروت والبايايا والكاكاو، وزراعة البقوليات، وأهم المحاصيل يا جماعة الفلفل الحر. حقيقي الفلفل الحر في دولة إبليز من أهم المصادر الزراعة داخل البلاد. وأيضا تعتمد الصناعة في إبليز على تصدير المحاصيل الزراعية والمنتجات الغذائية، وتوجد أيضا تربية الأغنام والمواشي، مما أدى إلى اكتفاء ذاتي للبلاد من منتجات اللحوم والدواجن. ولكن زي ما قلنا يا جماعة قبل كده، دول الكاريبي كلها دول للسياحة يا جماعة، للسياحة أو للاستثمار. لكن إنك تروح تشتغل وتهاجر وتهرب وتقدم لجوء، صدقني هتتبهدل. أو والله العظيم هتتبهدل. لو أنت مستثمر ومعاك فلوس، البلاد دي جميلة ليك وهتربح أرباح بسم الله ما شاء الله، لأن الحكومات بتساعد يا جماعة، الحكومات بتساعد، مفيش ضرائب، بتعف المستثمر من الضرائب، والجمارك برضو الجمارك مفتوحة. يعني انت لو عاوز تجيب معدات من بلدك وتدخل الدول ديت، معفي من الجمارك يا جماعة للاستثمار. الدول دي بتشجع الاستثمار ليه؟ لان الدول ديت عدد سكانها صغير، عدد سكانها صغير جدا، وبعدين بترحب بالمستثمرين عشان تنهض بالدولة بتاعتها. وانتظرونا في الحلقات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. اللي ما يعرفنيش، أنا علاء الدسوقي، مصر عايش في أمريكا الجنوبية. اشتركوا في القناة، هنلف العالم مع بعض.